بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله مولاه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وصلوات الله عليه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، دتك صومن بش رمضان صومي إلهي قدريي تحقليي قدم بي ألا أنكهر مرن عندنا أردن أمر كيسي قاتوي دتك الله الليا كو أن رب أقون أن رسول أقون وأن شنة رميسنين آخرة رميسنين حلال يحاران أن كلا أقون كواس أدي مسلمين الله أنه قال أديهين و لا شيء له أقول ترقل عشر كأنه ما أنت وحاوي وعن كنا قلنا يا جلسدي طبنات حديث كي أن سوقاتي أوها حديث عقب بن عامر حديث كاسن تبقى قلنا قلنا رضي الله عنه وأرضاه ما أنت وكوبية طبعا حديث كاسوحوها تتمدي سيبان ربا نبي صلى الله عليه وسلم لمن أصحاب الصف اللي يراه ومساعد كبر حديثة كذالتين رؤوا قمدان تهي شان دروا أي نبي كسو بحي مال مال ما كمدا فغرق أي وحا كم مغضو أركي لباتدا وين كسو مرسين وكفر حسيهين حوله دي بكسو هاجرين مكة هل كان يتشوغان لله ورسوله بسو هاجرين لله ورسوله بأدباطونيان لله ورسوله بأجهاديان لله ورسوله بحبرانيان لله ورسوله بعمل فليان الله أكبر لله لله بأجهاديان ما انتورنا سوغو اجهاد كتورا تقالمي أي عاونا سلاة ليل أسو جهدا الله أكبر مركز سوصن سيحاني الدون كوردان قبصدين لمن كاعق عطاء صحابة هي رسولك معلم البشرية الدون كوردان بيلوري يجين معي كلوري يجين إيمان تقوى عير عمر رضي الله عنه وارضاه ما شاء سأتابتي إلهي نوغو مقرقار أود إيا قوة عدد إيا عدد يا إلهي نوغو مقرقار نصركما أنن قارن قولكما أنن قارن من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن الجنوب إلى الشمال أي قبتين وعيكو قبتين سدح إيا طبان سنة كو قبتين صدق يا طبعاً كي نبيكم مكتشوا قد قال مترين طبعاً سنة كل وريجين غارضها الدون كأردن دباب بدائية صواريخ مودن سافية فرس بيهاد محال وقف صدي لح بقول أو كن أو رومانيانا روم أي فو أي ماذا حصدرن ومركلة وعيور النبيكو مركو أركي قلبه وقبوش النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقير سيلد أما السوق إذا النبي أكسخنا توحي أرزاقة أنت يا دبنا سوق لك هلا ننكو هدو السوق يغاني هاي ومعيشة في عينيه وفي عينيه السوق يغان هدو يهاي إنو صباح كستا متعشهين رقا أدنكو إنا تكالله هذانو أدام بطحان إلى العقير والله بهالات أو قرحون أو ماي عسى أو كرسي واوين أظن تقال أقلين ابن أقلين رحمنا نباتين إن تسوه قانسة تقرغة كانسة متعشهين وتعالنا يا رسول الله لبهلا أو قرح بضع عربتو قيلة وقرحون أول ماي عسى متكليرا ماركت الله أو كورتو رأي كلاد هاي وتعالنا صوماليدون واسدو كلي وحيب كون دارتشرين صوماليدو والله بالله كون دارتشرين ويكون دارتشرين إلهو قيل لا إلهو إلا أني قيل لا أني إدك إنانا وحا سميني قيل لا أني وإلا أنا الله إدك إنانا يلي الله أكبر مركا قيل لا أني وإلا أنا آخر مياه دلو تقيا وعوية وعيرانا واتعالنا وحيور النبي صلى الله عليه وسلم روح إنو كالله ماشا سوق كالله هذي
aad masaajidka tagtid ee aad baratid aayad ama aad akhrisid aayad oo kitaabka ilaahay kamid ah ayaa laba halaad ka fiican laba aayad oo hal aayad ah laba halaad ka fiican allahu akbar wa thalathun khayrun min thalathin saddex aayadooda saddex geela ka fiican oo ka qiimo badan wa arba'un khayrun min arba' afar aayadooda afar geel ka fiican iyo adduunka wax geel jooga oo dhan afarta aayad lama siisto suurat alcasri lama siisto karo nebigu mithaal uu siinaya tusaale ha waa tusaale weeye ee maahane nebigu ujeeddadu maahayn afar aayad afar halaada islamida maaha waxaa qalbiga ruuxa ka guuxaya nin kasta ayuu og yahay marka wuxuu yidhi nebigu sal alayhi wasalama inuu laba aayadood maalintii intuu masaajidka iyo madrasada iyo malcamada qur-aanka tago laba aayadood soo barto ama soo luxjiid adoo shaqaysanaya oo shaqadaadii haysta ayaa waxaa la rabaa luxjiid ninku intuu xoolaha raaco geela raaco looxiisa isagoo wata ayuu leeyahay macalinow laba xaraf ii dhig markaasuu markii loo dhigo geeli aadaya xoolihii aadaya dadka reer miyiga waa cajiib qur-aanka waa ku dadaalaan magaaladuna waa sidoo kale hadda waxaa jira odayaal iyo dumar aan arkay madaarista noogu yimaada oo looxooda kitaabkooda waxooda wata oo cutushoon kici karin oo qur-aankii hadda baranaya tactaca allahu akbar sidaa hadday ku dhintaan waa ahlu janno waa mujaahid waa muraabid waa mucaatib nafsi waa muraaqib waa muxaasib waxa weeye marka geela maalin kasta labada aayadooda wax kasta ka wanaagsan xadiidka waxaa soo saaray imaamu muslim marka waxaa noo dardaarana oon isku dardaaramaynaa ikhwatii fillaah ikhwa fillaah waxaa la isku jeclaadaa waa lilaah waxaa la isku jeclaadaa la isku naca waa lilaah waxa la isku siiya waa lilaah waxa la isugu diida waa lilaah laa lilqabiila walaa lilcunsuriya walaa lilqabaliya waaya sidaa ninkii ku socda ilaahay xoolahiisu barakaynaya awlaadda u barakaynaya qur-aanka ninka akhriya ee akhriskiisa badiya wa khaasatan fii hada shahri almubaarak oo ilaahay leeyahay innaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka innaa kunnaa munziriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina innaa kunnaa mursiliin raxmatan min rabbika ila alaaya ameynkaa qur-aanku soo degay ayaa ilaahay wax kasta oo dhacaya sanadka soo socda min hadihi sana ilaa sanati qaadima ayaa la quraya kii dhimanaya kii noolaanaya kii faqri ku jiraya kii ilaahay uu ka dhigayo hodan kii caafimaad alla siinayo kii awlaad helaya kaan awlaad helayn habeenkaasa waxaasoo dhan qorsho rabbi weeye habeenkaasa la qorshaynaya allahu akbar qorshahaas ilaahu qorshaha wanaagsan ugu dar qorshaha fiican iyo waxa weeye maqaadiirta iyo alqadaa walqadar habeenkaasa la wada qoraya salaada badiya soomka badiya sadaqada badiya tahajudka leylka badiya taraawiixda tukada dadka muslimiinta leh tukada banaanka iyo fadhi kudurirka dhexdhexda iyo dhexdhexda iyo dhexdhexdu maxay tarayaan nin malakulmood ag taagan yahay yaa qosol uma eka nin baa wuxuu arkay wiil qoslaya raggii hore salafu saalix markaasoo maandhow ma jannadii baa lagu ma dembi dhaaf baa lagugu bishaaray waa digsaatin qoslay markaasuu may adeer markaasuu yidhi manaartii baad ka gudubtay jidkii salaad maad ka gudubtay oo jannadii baad u gudubtay oo markaasaa qosashay farax darti isuu yidhi may adeer kaasi maxaa u qosashay waxa weeye qosalka noocaasihi ninkii qosalka adduunka badiya ee aakhire aan u jeedin aakhiru oohinta badiya ninkii adduunka oohinta badiyana aakhiru qosalka badiya rabbi tala ku filan waaya in qur-aanka akhrigiisa la badiyo in si fiican loo akhriyo maalinta afar jus iyo inaad qur-aanka khatimtid raggii salafu saalix rag baa gelinka hore laba goor dhammay jiray gelinkan dambena laba goor imaam shaafici musuu dhammaynaya bisha ramadaan lixdan goor miyaa la yidhi allahu akbar
سلاف تلك انتو كتر كتر القرآن كالا أخري أخرسي سامبادين نخرق يضمر با وحاوي عافمات بالله هلا أرساق دا كور ليسا أولاد دا كوبرا كوبيسا ننك قرآن كأخرسي سامبادية ما فكروا مول ولو مول بهارو إلهي با ملء اللي حينيه طب إلهي أفريا الله أكبر طب داس إلهي أفريا سبحانه وتعالى مركز اسكروا غي أدونك ورنيه وننك نلالي عالك وحكا هشاني واسكر ناف هاي ميل با وحي إلهي با وحي سهلي أولاد الأبرا كينا يا ننكاس أولادي باشغله ليس أسقي وبيشن ومتقاعد واي هاي آخر سقران كهلا بدي عبادة هلا بدي استغفرت أنه إمادة ثم واضع سوى سعطة إن شاء الله هلا بدي واي هاي حديثك كالو أنك هلا يا وحي هاي وحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه حديثك وحصو صار ابن ماجه بإسناد حسن إسناد حسن هداد مغشيد حديثك وحسن هداد مغشيد درجة الصحة أيها الدرجة كالعي بس والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك السحي اشتهرت وكبيقون يدوى تقانين وايها أبي ذر وعير النبي كان وحائري وعن طلفت حديث آخر وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو أو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة رواه ابن ماجه وحير النبي أبي ذرو إن أتكلم هديد أو أتروح مسلمة هل آية برتد أياك ها خير بدن بقول رقعو إن أتكلم هديد مساتك يم ترسد يم العمضة أو أت برتد باب علمي الروح مسلمة أباهن هل قول نغم هل قول عمل فليان لقو عمل فلينة أياك ها خير بدن 1000 ركعة وصح نية أعماشو وحيكور قول نغتا نية ده ألكا وحانك فهم مينا قرآن كأولا برتو مع تجويد إن لقو برتال الربا لما الربو يلم يلم إيا لعلهم يتفشكرون لعلهم يتفشكرون ما تغاني نين دادك ودامدا عرفتا شيخي كان كمغلي ودامدا بنانك أنو مركان شوقني شيخي مصري قاها شمهاد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز والسعودية وي مدلسة نغونا مصر متقين لكن في السعودية وي إنك الشيخة يعني مدمد الله نولا ولا تشوقي وعيري نين بادات سلاة كبحيي مركاسو سورة الروم آية اللواتنات مركو مريو أيو وسواس واشكي إن في ذلك لآية لآيات لقوم يتفكرون وعكوهم يشكرون ميا ما سيتفكرون ميا وعسر الله إليه أنت لو ليلا ننك آيات واخر لبدا بشمعه ونوع كله وفر مركاسو يتفكرون يشكرون أيها الميل أسقوكين إن في ذلك لآيات لقوم يتفشكرون مركي صلاة لقبل ورهد شيخه وعد آخر سوامها إن في ذلك الآيات القوم يتفشكرون قرآن مي كجرته قصوا إنما يهاي لي يا بنين وعن سيري من نيسا كاب حسن يعني من نكا بحسن يشكرون يتفكرون اسكت سمعي سيدا قرآن كي لو آخر يماها مركة طبعا آخر قرآن كي مركة نية وهاية لكن اسكت قلبية وعوية شيخ القسدي سوحا كمد حكايسي ويري وعن قبطي دورة علمية ندوة علمية أيان أئمة المساجد والمؤذنين أيان قبطو يري ووزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة أيا اتري دورة رقع أصمه وأيها مركز أن صوتها ورمالين كستا مركز صوتها مالين دموري ورام حالة صوتها هذا دورة يعني سمناركا محاوقة صوتها هذا مركز سير شيخ وأقارنا
مركز سنوري القرآن كان تكل فرتد ما شاء أقوه الرئيس أخري بل إلهي بفشلي مركز سنوري بسم الله أرتفع تعالى أخري فتاسفة أخري أيه قرآن كلك فر مركو فري أيه وحوصة بحد ألف لام ميم صاد كاسو أخري كاسو ألمس كاسو لا ألمس لا ألمس لا هذا سيء قرآن تواصل كاسو روح أنكوري ما أنت كتب هدات سود ده هديد وقو أكو دعوين إياه مدير كان كون شيء إياه وعم تقاندي ألمس إيا ألمس إيا ألمس ما ها قرآن وصدا وعوية مركة إن قرآن كيلا برتو مع التجويد مع التجويد الرو أكون معايا إنك قرآن كحفظ سن كركة كحفظ سن مع سفرة الكرام البررة ملائكة سفرة الليرة السفير سفير كل بدل نكون حيوة إلهي خلق يقول حيان أو إلهي كرامي يوم ما موسى شرفي أي لم ديها الله ما السكنة شوكتها اسمه وصوصة أحاديثة وحير النبي صلى الله عليه وسلم مر كان حديثك وحوية ذاتك أولي أوباتك ذاتك وحبرة لحي إلهي أكتيس كليه إلهي أكتيس كهليان وحيور النبي صلى الله عليه وسلم حديثك أوصو ساري أبو داود حاكم إمام حاكم ويروى صحيح الإسناد سهل بن معاذ أيا وريي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا وعير النبي شرفت عليه صلى الله عليه وسلم روح قرآن كأقرية اي كل نغمة اي قرآن كالبري لبدي سوى والد برين أما سوى كد ذالي إلهي لبدي سوى والد وحيقول لبساه تاجنا يوم القيامة باشا بقر هذا اللو قليو تاج كما ركتين تم رضا اللو قليو هادنا بها اللو قسي دينا بقر هذا أما سلح سلح لي وهذا واحا كفر فرقها يوحا كله لنا هذا الملايكرين تاسا مالين تقيامها اللو قلينا يعني نكاس افتين كيسو إيا نور كيسو قرح هذا نور كيدا وكدر انتهي وأدونك قرح هذا أدونك النور كيدا وكدر انتهي ننك وحاوية عرورتي سوح براه ايه كنت داله وحالهوني تاج ماذا كبحك ماذا قادي كربة ما بد لما يكرتي تاجك ساسا لسينا اياه ننكاس مرك إلمه قرآن كالولد داله بير بانو بيران بير تاجنان هلينا عرورت قرآن كالبرو هالولد داله إنا حفديان هالالا سبعيو كورو هالغو أخريو درسي معلم كسوسية مع العمد إيه دوكسي مترسادة أقل كهلوغو أخريو وحاوية معلم كو وينو سنسين عشر كيشالي أساقون قيبين وينو سنسين عشر عصب عشر جديد وينو سنسين عشر كوين لقوع العلية هدان إدين شاقو حديث كاس وحديث صحيحة ننكي ربو انتاج لقوغل يعرورت وحبر وعالغياب إلهي نقوغو شفي عقادة عمل كاقب هايس كليته عرورته وحبرتي إيا قرش كتكب بحيسي إلهي قرآن كدمين إيان معلنك واحد سين إيسي قدو دي قرآن دي عشا دي هبرتي عن شاليه دو بيسي أدوغ يسوق أردي إي قبر لي متغانا وحيني يسال الله لاتي وخدامت دي كل وحاصل للرب وحاوي وأجر العظيم وي إلهي قعنتي يسو إلهي هاو بدانت يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يختص برحمته من يشاء الله أكبر وهو ذو الفضل العظيم الله إلهي ساسوي عرورته اللي قد دال وعويداتك قرآن كبرتي وصاصة إلهي أدونك شرف بكون نولي سينا يا آخرين تندي بقلية نين قرآن كي يقانه يكون نغمك عمر فلا يصحن أنه المركز قروح إيا شرف إيا علو البورن وي نينك قرآن كبرتها شرف بكون نوليها نينك قرآن كي يقانه باقي مهدا صغر كهد أدونك ملعمد معهد مترسد
الله أكبر ما علم بريقور جين إمام ما علم حق إمام ملب إيه صبك أي أفكار وجره وحويه مرك درس جين ما أنت أنت سكوا سابسين أنت سكوا نهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.